الشيخ طالب شو كان يحب الشيخ زايد رحمة الله عليه؟ أنا سؤال يعني أنا وسألت كل إنسان يحب الله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الإنسانية، يحب الإنسانية، يحب الإنسان، يحب الكون كله، يحب الكون كله، يحب الأرض، يحب الطير، يحب الحيوان، يحب الإنسان، يحب المساجد، يحب القرآن. أنا ما أتكلم عن شو يحب، أحس أني سأظلم هذا الإنسان. لماذا؟ لأن لما ترى إلى عينه فقط تجاه أي شيء ترى حبا غير طبيعي.